استاذ زكي كابتن، معلش هنروح نعيش اجواء المونديال مع زميلنا امير هشام من فندق الاقامه بتاعه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والبعثه كلها. اتفضل يا امير. كابتن ايمن، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وكل جماهير الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك على هذا الفوز الهام جدا في بدايه مشوار النادي الاهلي في المونديال. الاهلي خلاص تاهل رسميا لملاقات فريق بايرن ميونخ الالماني بطل اوروبا، مباراه كبيره جدا، مباراه كنا دايما بنتمنى ان احنا نلعبها على المستوى الرسمي. الاهلي قبل كده كان بيلعب ابطال اوروبا مباريات وديه، المره دي الاهلي هيلعب في مباراه معتمده من الفيفا امام فريق بايرن ميونخ، مباراه كبيره جدا جدا. لكن خليني اوصف لك اجواء السعاده المحدوده، بالمناسبه هي من سعاده كبيره لان الاهلي لسه ما حققش حاجه، الاهلي عنده طموح كبير واهداف كبيره كمان علشان يحققها، فبالتالي السعاده محدوده وفرحه مهمه جدا بعد هذا الفوز، لان انت خلاص وصلت لدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه. من بكره باذن الله تعالى تبتدي استعداداتك لمباراه البايرن. خليني كمان اقول لك ان فور وصول البعثه بالكامل والجهاز الفني واللاعبين توجهوا مباشره على المطعم عشان يتناولوا وجبه العشاء، ومن بدايه من الغد بقى يبتدي الكلام على مباراه بايرن ميونخ من خلال محاضرات، من خلال طبعا تدريبات بالنسبه للفريق. فالحمد لله يعني الامور ماشيه بشكل جيد والكل هنا سعيد ومبسوط، حتى وهم داخلين مقر الاقامه الخاص بهم كل العمال المتواجدين في فندق الاقامه يعني حيوا لاعبي النادي الاهلي بعد فوز النهارده بهدف حسين الشحات. طبعا الكل يعني في حاله سعاده جيده، وباذن الله باذن الله التفكير كله في اللي جاي باذن الله تعالى. مباراه البايرن الاهلي حقق فيها ليه لا ما نكسبش، ممكن خلينا نحلم يعني، لكن في كل الاحوال الفرقه هتجتهد والجهاز الفني هيجتهد وهيبقى فيه تدريبات قوية بالنسبة للاعبي النادي الاهلي على مدار اليومين اللي جايين. بكره طبعا هتكون التدريبات استشفائيه، وبعد كده يكون بقى في بعض الامور الفنيه وبعض الامور الخططيه والتكتيكيه اللي هيركز عليها مستر بيتسو موسيماني. لو عندك اي استفسار يا كابتن ايمن انا معاك، اتفضل. شكرا جزيلا امير، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في تقديم مباراه طيبه والنتيجه من عند ربنا باذن الله.